فيها في حاجه اسمها توام متماثل، الاثنين شبه بعض خالص، حتى ابوهم ما بيعرفش يفرق بينهم، فالكمبيوتر ساعتها مش هيقدر يفرق. ايوه هو لو واحد شبه واحد، يعني لو اثنين توام والثاني حرامي، يعني شبه بعض وواحد حرامي. تمام. بس مثلا لو هما اتنين توأم واحد، هو الكمبيوتر عارف الاتنين لو هما اتنين توأم، وكده تلت واحد تالت حرام وعامل نفس شكله. اكيد في فرق صغير خليه يركز على الفرق دوت، يعني مثلا ممكن يكون حد فيهم شعره طويل شعره قصير عينيه اخضر. هو بيبدا لا لو هما الاتنين مثلا نفس الشكل. طيب انا فرق بينهم ازاي؟ طيب انا كانسان عادي بفرق بينهم ازاي؟ شعر. ممكن البصمه، ممكن البصمه بتاعت البصمه بتاعت الايد ما بتتكررش، ولا بصمه العين، فممكن نركز على البصمه. مثلا لو ام زي بعض، واحد تالت حرامي مثلا، ايه هو هيقدر؟ لو الحرام التالت هيعرفه، الحرام التالت هيعرفه. تمام. انما لو هما الاثنين توأم مفيش اي فرق بينهم، هو بيدرس بشكل قوي جدا ويقدر يعرف فروق احنا ما ناخدش بالنا منها. يعني بيبدا يدرس مثلا دي اطول من دي ملي، او دي شعرها مثلا كذا، ممكن يكون انا مش واخد بالي منها لكن الكمبيوتر بيقدر يفرق بينها. ماشي. طيب خلينا ناخد مثال تاني، ان انا لو اديت صوره وفيها حاجات كتيره هو يبدا يفرق بينهم. ماشي. طيب انا هلغي الدبدوب دوت وهبدا اختار بقى شخصيه تانيه. ماشي. هختار مربع على اساس ان المربع ده يبدا ان هو يتحط على الشكل اللي انا عايزه، سكوير بوكس. تمام. وهغير خلفيه عشان ايه يتعرف عليها. طيب السكوير بوكس دوت هبدا ايه، اجي هنا ونبدا ناخد حاجه من الذكاء الاصطناعي. احنا خدنا الفيس ديتكشن، عايز اخد بقى ايه الاوبجكت ديتكشن، يعني يبدا يقول لي ان دي قطه، ده فار، دي شجره، دي عربيه، حسب الصوره اللي انا هديله. انا مش عارف هديله صوره ايه، يعني انا مش مجهز له صوره. تمام. طيب اول حاجه انا عايزها منه اقول له اول ما نبدا الشغل، اللي هي العلامه اللي احنا متعودين عليها اللي هي ايه ديت، ابدا بقى اعمل اناليسز للصوره، اناليسز للصوره. طيب الصوره دي موجوده في الكاميرا ولا في الاستيج ولا في مساحه العمل ديت؟ تمام. هي احنا مش هنشغل الكاميرا المره دي، هشغل ايه الاستيج. لو شغلت الكاميرا هيبدا يقول لي ايه الحاجات اللي موجوده في الاوضه اللي انا فيها. طيب عايز اقول له الباوندري بوكس المربع اخفه لي، مش عايز انا المربع، المربع اللي هو بيرسمه، انا عايز المربع بس اللي موجود ايه في السكوير بوكس. تمام. طيب انا لسه ما حطيتش صوره، خلينا نحط صوره كده من عندي، دي من عندي من على الكمبيوتر، انا مش عارف ايه الصوره اللي هلاقيها. ماشي. وهنجرب كذا صوره عشان ما تفتكرش ان انا مجهز صوره، لا هجرب اي صوره ونبدا نشوف هيتعرف عليها ولا لا. ماشي. دول لينو تاليا يا اولادي، بس ايه مش هضيفهم دلوقتي، ولكن مثلا هديله صورة الشخص دوت، انا عايزه بس يعرف ان في شخص موجود في الصورة. طيب هاجي هنا وعايز اقول له ايه، خلي عدد العناصر set object بتساوي ايه زيرو. طيب يبقى انا هعمل متغير واسميه object، وده على اساس يقول لي في كام عنصر في قلب الصورة نفسها. تمام. نمبر. اوكي. طيب الاوبجكت دوت هقول له سيت اوبجكت، احنا لسه مش شفناش ولا عنصر فهنخليه زيرو. اول ما اكتشف العنصر هيبدا يقول لي ده عنصر 2 3 زي ما انا عايز. طيب انا عايزه يبدا يكرر، هو مثلا ايه عرف ان في خمس عناصر، يبدا يكرر لحد ما يوصل ان هو اتعرف على الخمس عناصر. هعملها ازاي دي بقى؟ هقول له ريبيت كرر، بس انا مش عارف الرقم، يعني مش عايز اقول له 10، هقول له ريبيت انتل. طيب انا واحده اللي انت مش فاهماها هي في الاول خالص. طيب اول حاجه احنا حطينا علامه الاشاره دي، فيها مشكله اللي هي جوه، ما فيهاش مشكله صح ولا فيها مشكله؟ لا. طيب تاني حاجه قلت له اعمل اناليسيس للصوره، اعرف لي الصوره دي ايه العناصر اللي موجود فيها. تمام. هيبقى يعني اعرف لي الصوره دي ايه العناصر اللي فيها مثلا. يعني هو هنا الصوره دي هي بتاعت الشخص، هي
مظبوط. انا هدي له صوره مثلا الشارع، هو يبدا يشوف فيه كم عربيه في الشارع دوت. تمام. لما كنا ممكن يقول لي 160 عنصر، فاقول له ايه اعرف لي كم عنصر ست اوبجكت، يعني خلي الاوبجكت ده عدد العناصر الموجودين في الصوره. ماشي. هيفضل يشغل البرنامج لحد ما يجيب لي اسم كل واحده فيهم. تمام. فهيقول لي عدد العناصر، افضل شغل لحد ما عدد العناصر يساوي عدد الاوبجكت اللي موجوده. يبقى انا كده اشوف كم عنصر وابدا اشوف اتاكد يعني ايه. لو هو اكتشف ان هم اربع عناصر هيجيب لي اسم عنصر عنصر عنصر، وبعد كده يوقف يجيب لي عنصر دي عربيه ده انسان ده كتاب وهكذا. فعشان كده هعمل له علامه ايه، اعمل لي مقارنه واعرف لي هم فيه كم عنصر. كده انا شفت كم عنصر موجود، وهديله الفاريبل اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو الاوبشن. طيب هناخد دي ونحطها فين؟ في انتل دي. طيب عايزين ناخد بقى كل عنصر يبدا ان هو يعرف لي المعلومات بتاعته. فاقول له ايه change object، يعني هجيب لي رقم واحد رقم اتنين وهكذا اللي هو في الفاريبل change object باي 1. طيب عايزين نخلي بقى المربع ده ياخد نفس السايز بتاع الشكل، بدل ما المربع ده يكون مثلا ايه كبير والشكل صغير، عايزه مثلا يعمل على الشخص نفسه كله. فاقول له ايه اعمل لي سيت سايز سايز هتلاقي في اللوك سيت سايز. يعني هو انا مثلا نفس الشارع وكده، هو انا مثلا اقول اعرفني على مثلا كامل في كم في الشارع عربية. ايوه صح. جواها كم شخص؟ ممكن يتعرف لي العربية اللي ماشية اللي هي ذاتية القيادة، لازم كل ثانية تبدأ تعرف الصورة اللي قدامها، تاخد صورة وتحلل، لو لقيت في مرة علامة الإشارة المرور بقت حمراء تقف، لو لقيت علامة مكتوب عليها ستوب تقف، وهكذا. ماشي. فانا اقول له ايه خلي لي السايز بتاع المربع ده مثلا، هو لو العربيه مثلا بتمشي من غير ما انسان يسوق. أيوة. وقال مثلا يمشي على سرعه 60، هو ما خدش باله من الساعه دي. وبعدين الكمبيوتر نفسه اللي خدش عند الرادار مثلا ما كنت لابس الحزام في خمس خلفيتين كده. حلو قوي. انا عجبني المثال دوت. طيب وازاي بتيجي مخالفه الحزام؟ في كاميرا موجوده بتصور لما تلاقي سرعه كبيره او بتلاقي في حزام او كذا، بتبدا انها تصور. تمام. ولازم يعني هو لما العربيه هي بتشتغل لوحدها بيبقى في شخص قاعد على كرسي السواق ولا مش بيبقى قاعد؟ لا ما بيبقاش قاعد، ما هي بتسوق نفسها بنفسها. بقعد انا على الكرسي الثاني وابدا اقرا، او الاحسن ان انا اقعد على كرسي السواق بس يعني احتياطي، لو لقيت في حادثه ممكن اضرب انا فرامل حاجات زي كده. ماشي. الكاميرا اللي هي بتشوف الحاجات دي كاميرا بتحلل، بتبدا تشوف مثلا انا مثلا سايب بسرعه عاليه او انا مش لابس الحزام. الحزام هو ادينا له 1000 صوره لصوره واحد لابس شرطه كده لونها اسود، ورينا له صور كتيره لواحد مش لابس الحزام، فبيبدا ان هو يخلي باله من حاجه زي كده. هو مثلا لو الرادار اللي هو في الشارع مش معمول بالذكاء الاصطناعي؟ معمول بالذكاء الاصطناعي. معمول بالذكاء الاصطناعي بيوفر وقت. لو هو مش معمول بالذكاء الاصطناعي وبيصور وخلاص، الراجل هيقعد وقت كتير ان هو يتاكد ان الصور مظبوطه ولا لا. فبالذكاء الاصطناعي بيوفر لي وقت، بدل ما انا اقعد مثلا اليوم كله، لا ممكن اقعد وقت صغير وهو يبدا يشوف لي المشاكل بتاعتي. تمام. طيب انا قلت له ايه خلي المربع ده مقاسه مقاس العنصر نفسه، يعني لو العنصر كبير خلي المربع كبير. طيب هقول له بقى ظبط لي الاكس والواي. يعني ايه الاكس والواي؟ يعني المربع ده يبقى عند الشخص بالظبط، ما يبقاش في النص على طول، هو هنا موجود في النص، انا عايزه يتحرك. فاقول له ايه سيت اكس 2 وسيت واي 2. طيب الاكس اللي هو لو انا واقف هنا وبتحرك ايه بالشكل دوت افقي، لو انا بطلع لفوق بيبقى ده اللي هو الواي. تمام. طيب هقول له بقى ايه ظبط لي الاكس والواي اللي هي دي. تمام. طيب الاكس اهي تاخدها حطها في الاكس، والواي اخدها حطها ايه في الواي.
هنشوف البرنامج بيشتغل ازاي. طيب هقول له بقى اوبجكت، يعني خلي العنصر بتاعي ده هو الاساس بتاعي في ان انا اخد الحجم. اوبجكت واوبجكت تاني طيب هيقول لي ايه بقى؟ هيقول لي الكلاس. يعني ايه الكلاس؟ يعني العنصر ده نوعه ايه. طيب ست كلاس، انا ممكن ما اقولوش حاجه غير الكلاس، بس بعد كده المربع ده هيبقى بعيد، يبقى هو بيقول لي العنصر وهو مش قادر يتعرف عليه. تمام. طيب خلينا نشوف كده مع بعض. انا طلبت منه ايه في الكود دوت؟ اول حاجه المربع ده يبقى مقاس الشكل ويعرف لي ويخليه يتحرك على الاكس والواي بتاعه ويقول لي النوع بتاعه ايه. طيب بصي بصي بالتجربه كده، احنا لما اشتغلنا هو اتعرف على ايه الشخص دوت. تمام. طيب خلينا نوقف ونشغل تاني. قال لي ان ده بيرسون، ده شخص. طيب خلينا اجيب لك صوره تانيه من على الجهاز عندي، هجيب صوره مختلفه وانت برضو وانت بتجربي جربي صوره تانيه وهشرح لكم الكود تاني. احنا كتبناه مع بعض لكن ممكن نشرحه تاني مفيش مشكله. هناخد مثلا صوره زي دي، دي صوره من شارع ماشي، اهي صوره من شارع. تمام. هقول له شغل، هيبدا بقى ايه. بص قال لي ان دي عربيه. تمام. قال لي ان دي عربيه، دي عربيه، بدا يتعرف على العربيات اللي موجوده. كم عربيه؟ خمس عربيات ماشي. تعالوا نرفع صوره ثانيه كده، هو قدر يعرف في 8 عربيات، عمال يعد العربيات اللي موجوده ماشي. تعالوا ناخد الكود ونشرحه. مثلا دول لينو تاليا، هما لسه صغيرين، دول كبروا ما شاء الله ماشي. هو بقى شغل واشوف هو اتعرف ايه على مين الشخصيات الموجوده. انا اول حاجه كتبت له في الكود قلت له اناليسيس ايمج، يعني حلل لي الصوره ديت ماشي. فهو لما بيحلل الصوره اهو، ده شخص وده شخص تاني، يبقى انا عندي شخصين في قلب الصوره، تو اوبجكت ماشي. طب تعالى نشوف الكود. اول حاجه اناليسيس ايمج، يعني حلل الصوره دي اللي موجوده فين؟ في الستيج مش في الكاميرا. انا قافل الكاميرا هنا، بقول له ايه اخفي لي المربع ده وخلينا نشتغل بايه بالمربع اللي احنا عاملينه. على فكره في قطه اهي، بس عشان هي مش كامله ما شافهاش. تمام. يعني لو القطه دي كامله كان هيقول لي في قطه هنا. قلت له بقى ايه، عرف لي الاوبجكت خليه بزيرو، يعني احنا عدد العناصر الموجوده في الصوره دي زيرو، كل ما تتعرف على صوره زود. تمام. ايوه هو الذكاء الاصطناعي، يعني نعرف لو واحد يعني بيلعب كوره بيعرف من اللاعب بتاعه، بيعرف النادي بتاعه. طيب لا يعني يعرف هو بيلعب ايه وكده. بص انا دلوقتي ايوه انا دلوقتي لازم ادربه عليها. يعني انت لما بتستخدم برنامج ذكاء صناعي بيكون هو اتدرب على حاجات كتير قوي، ففي برامج كتير قوي مركزه قوي مع لاعبين الكوره مع فالفكره كلها لو انا مش ما عنديش ايوه لو انا ممكن اعرفه ايه، ادي له صور مثلا كل اللاعبين وادي له المعلومات ويبدا ان هو يتعرف عليهم. بعد كده لو اديت صوره نيمار او انا ما افهمش في الكوره الصراحه، ف ابو تريكه مثلا كده، هيبدا ان هو يعرفه ويبدا يقول لك ده كان في نادي كذا وراح نادي كذا والرقم بتاعه كذا وكل المعلومات اللي انت عايزها. بس في الاول بيحتاج معلومات، هو صديق ليك بس محتاج ان انت تغذيه، تاكله بايه؟ بالمعلومات. عرفه ان محمد صلاح ده مثلا بيلعب في نادي كذا، انا عارف ان هو كان بيلعب في نادي المقاولين تقريبا. ايوه هو واحد يا صاحب ماشي. انت عايز تعرف اللعيب ده صاحب دوت؟ حلو قوي، عرفه في الاول، يعني عرفه الاول. هو ممكن يعرف من خلال ايه، يشوف صورهم مع بعض فيبدا يقول لك ده هما الاثنين بيلعبوا في نفس النادي. هو الذكاء الاصطناعي ممكن تساله اي سؤال يبدا ان طيب خلينا ثانيه واحده معايا. خلينا نسال شات جي بي تي، بس اسال انت السؤال عشان انا ما بفهمش حاجه في الكوره، يعني معلوماتي في الكوره زيرو ماشي. ايه السؤال اللي انت عايز تساله؟ ايه معصر بيحب مين في الكوره؟ مين؟
صاحب مين كورة؟ إمام عاشور. امام مين؟ امام عاشور ده لاعب كرة. ماشي. امام عاشور لاعب كرة. من هم اهم اصدقائه في اللاعبين؟ ماشي. طيب تعال نشوف بقى الاجابة. امام عاشور هيبدأ بقى يدور في النت، بيقول لك ان هو بيلعب في نادي الاهلي. اصدقاء المتطورين المقربين مين؟ في واحد اسمه محمود كهربا. محمود كهربا هو عنده صاحب، هو حضرتك السن اللي هو مثلا عين سن عن 7 سنين مثلا. ممكن تقول له، بس هو جاوبني كده اجابه عامه ان هم اهم اصدقائه واحد اسمه كهربا. تمام؟ وهكذا. فانت ممكن تقعد تسال شات جي بي تي الاسئله اللي انت عايزها وهو يجاوبك عليها ان شاء الله. تمام؟ تمام. طيب انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بس اتمنى تطبقوا وتورونا الحاجات، تبعتوا لنا صور للحاجات اللي انتوا عملتوها. يعني هو انا لما اجي اعمل الهوم ورك اعمل ايه بقى في الهوم ورك؟ الهوم ورك مطلوب منك تطبقي اللي احنا عملناه، يعني كم مثال دول هبعته لك. تمام؟ حاولي تطبقي. حضرتك هتبعته على التليجرام؟ هبعته لك على التليجرام. تمام؟ او الوالد هبعت له على الواتساب او اي حاجه، يعني مفيش مشكله، هقدر اوصل لكم الملف البرزنتيشن دوت عشان تقدروا ان انتوا تطبقوا عليه، ولو في اي مشاكل اكتبوا لنا مثلا في حاجه. هو مثلا لو انا مش فاهمه حاجه فاروح للحصوه كتير. المحاضره مسجله تقدر تشوفها في اي وقت، المحاضره مسجله، لو في اي مشكله مش عارفين تطبقوها نتكلم وندخل نطبقها ان شاء الله. احنا بناخد ساعه في الاسبوع عشان طول الاسبوع تطبقوا براحتكم ان شاء الله. تمام؟ ماشي. عايزين حاجة؟ أي حاجة أنا تحت أمرك. شكرا شكرا، نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. سلام عليكم.